من هذه الحملة المجرمة على الشيخ محمد بن طول الشعراوي رحمة الله عليه، هذا الرجل الذي أهداه الله عز وجل إلى مصر وأهدى به وعلى يديه خلقا كثيرة في مصر وخارج مصر، وترك أثرا، يعني إن لم يكن من أثره إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا الرجل علم القرآن وحبب الناس في القرآن وفهم الناس كلام رب العالمين. يعني وأنا صغير أنا كنت أرى المسيحيين في مصر يتابعهم كل يوم جمعة حلقة الشيخ محمد بن طول الشعراوي، أما الآن فبين الفينة والفينة يخرج المفلسون وليس في جعبتهم شيء إلا أن يتهجموا على الشيخ الشعراوي وغيره، لا سيما الشيخ الشعراوي لأنه كان أكثر الناس أثرا.